البدايات طبعا فترة الستينات من كنا المدارس الابتدائية وتأقلمنا واستفادينا من الفنانين الكبار رحمهم الله مثل أمثال ثامر الدهان وكاظم أبو قلال وعباس جبارة وعلي حنوش، وهناك كثير من الفنانين في مدينة السماوة آنذاك. تأقلمت واشتركت عدة معارض في العراق على المستوى القطري والعربي، وهناك جوائز كثيرة حصلت لي في مصر وفي سوريا. أنا أميل للخط العربي والفن التشكيلي بكل الأساليب وكل المدارس الواقعية والانطباعية وحتى السريالية. وكذلك بالنسبة للخط العربي وأنواع الخط العربي كخط النسخ وخط الرقعة والديواني والخط التعليق أي الخط الفارسي، لدي مكتب في المدينة. أنا أتجه صباحا من البيت للمحل أزاول عملي للوحات الفنية والخط العربي، وهذا المكان نلتقي به مجموعة من الخطاطين والفنانين التشكيليين مثل أياد فيصل وصالح القريشي وحازم، وكلهم ناس مبدعين ويزاولون عملهم في المدينة ولهم بصمات. لدي كثير مشاركات في العراق، حامل شهادات أكثر من 150 شهادة، وهناك دروع وأوسمة، وآخر معرض مشاركة لي دولي في مدينة كربلاء المقدسة عن سيرة الإمام علي عليه السلام، ونلت شهادة في وقتها. أنا أتجه من البيت إلى المحل وبالعكس أزاول عملي يوميا، أنظر لعائلتي ماذا تريد وماذا أقسم العمل نصفين، نصف البيت ونصف في الورشة التي أنا أعمل فيها. هذا الفن التشكيلي هو وسيلة إظهار واقع الإنسان العميق والصحيح، وهو الفن كذلك هو خطاب الإنسان والأرض. من هذه الجماليات نبدع من أجل المدينة، ومن هذا نجعل من الإبداع لغة بالغة السمو لنصنع الجماليات والأحاسيس لكل الناس. الفن هو للإنسانية، وكذلك نجعل منه وصمة أو هوية لكل المتلقين والذواقين لهذا الفن العميق. رغم مهنتي في الفن التشكيلي والخط العربي، لدي ابني مخلص على الفن التصميم ويمارس الخط العربي، وحتى أولاده أحفادي من هو مخلص طبعا هم يمارسون العمل الفني بالرسم، وكلهم يمارسون العمل الفني بالرسم والخط، وكذلك من الأصدقاء اللي استفادوا من تجربتنا يعني وهكذا.
بداياتي فترة الستينات أيام المدرسة الابتدائية، بالبداية أنا لم أزاول الخط العربي، وإنما هناك الرسم. وبداية السبعينات قمت برسم الوجوه أو الشكل البورتريت، وهذه الفترة بدأت عندي نضوج الخط العربي كهواية. حتى الرسم كان عندنا العبثية يعني. بعدين دخلنا مدارس التشكيلية والاطلاع على الثقافات والأساليب الفنية من خلال مشاركتها في المحافظات والعاصمة بغداد وفي مصر ومشاركاتها الدولية. والعام 2002 وفترة التسعينات كان هناك نشاط متميز في الخط العربي، وخاصة مدينة السماوة كنقابة الفنانين وجمعية الخطاطين في المدينة، أمثال الخطاطين المعروفين ستار السماوي والشاب رائد السماوي وصالح القريشي. وهناك ومضة في التشكيل وفي الحوارات في الخط العربي، وهناك معارض تشكيلية في النجف أشرف وفي كربلاء المقدستين وفي بغداد العالمين للشهادة العالمية في الخط العربي عام 2002. وكذلك بالنسبة للتشكيل هناك المدارس الفنية والأساليب الواقعية والانطباعية وحتى السريالية. مشاركاتنا في بغداد مع الفنانين ونلنا جوائز كثيرة ومهمة، خاصة والمبدعين العراقيين في العراق، وكذلك نلت الوسام التشريفي والدرع في هذا الوقت في هذا المعرض المذكور. التشكيل والخط العربي في مدينة السماوة لم يلتقي بالصورة الجيدة، ولم يكن هناك دعم أو غاليريات أو مكانات عدا ساحة الساوة هي نبض حياة الفنانين والخطاطين. نطلب من كافة المسؤولين في مدينة السماوة، كل الفنانين في المدينة لم يلتقوا العرض أو الدعم، نود أن كل المسؤولين أن يلتفتوا لهذه الشريحة من الفنانين. لماذا؟ لأننا مدينتنا بحاجة للإبداع والجمال، ونعمل على صياغة الشباب وكسب مهاراتهم وتوظيفهم للمستقبل، لأن هو الإبداع، هو الجمال، هو البناء لهذه المدينة. الفن هو وسيلة إظهار واقع الإنسان العميق والصحيح. الفن هو خطاب الإنسان والأرض. من خلال هذا الفن نولد ونولف ونجعل منه لغة بالغة السمو للإبداع والجمال. لماذا؟ لأنه الفن يرتقي إلى حضارات، هي حضارة العراق القديمة. ومن خلال هذا المكان نقول للمسؤولين، هناك فنانين وهناك خطاطين، الرجاء الدعم المادي أو المكانات على الأقل للشريحة الفنانين. لماذا؟ لأن مدينتنا بحاجة للفن والإبداع والبناء. طبعا توظيف او تزاوج بين الرسم والخط العربي هو كل الفن التشكيلي، ودائما اميل الى المدرسه التعبيريه والواقعيه وحتى السرياليه. من نشترك هناك ببغداد من هيئه جوله او نسميها انشائيه اللوحه، توظيف دراسه كشكل كفضاء، هذا بالنسبة للتعبيري أو الواقعية. في مشاركاتنا لازم أنت تستعد لبناء لوحة، فأنا مدرستي هي التعبيرية والواقعية والانطباعية ثالثا والسريالة. بالنسبة للخط العربي أنا الشهادة العالمية عام 2008 المهرجان الخط العربي العالمي والزغرفة الإسلامية عام 2000 ببغداد، يعني عندي شهادة دولية وعندي شهادات عالمية.
نعم، مدينة السماوة طبعا عندنا خطاطين بارزين وبارعين في الخط العربي وكذلك في التشكيل، يعني مثل الفنان المبدع ستار عطشان، الأسلوب التعبيري أنا أعشق الفن مالته ولوحاته. تجي للخط العربي هناك مثل ستار جبار أو صالح القريشي ورائد السماوة الشاب، عندهم إمكانية في أصول وقواعد الخط العربي لهذا بالنسبة للمدينة. وعندنا أياد فيصل وساجد الرميثي، واحد على الواقعية والثاني على أسلوب خاص يعني ما بعد الواقعية وربما المعاصرة. فهناك فنانين وخطاطين برزوا على مستوى المحافظة، ربما مشاركاتهم كثيرة في بغداد وفي الأردن وفي مصر وفي العالم العربي. وعندك أستاذ سامي يميل إلى التجريدية، طبعا سامي زميلنا فنان دائما يميل إلى التجريدية الرمزية أو التجريدية التعبيرية أو التجريدية الواقعية، وهكذا لهم مشاركات كثيرة. موجود في القرآن، الفن، الناحية الرسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانهم. هناك الجمال، هناك الإبداع، هناك القوة، هناك الرمزية لقوة الحرف العربي كونه حرف مقدس. وكذلك الرسم، ننتبه لهذه المدارس التشكيلية توظيف ومشاركتنا والاستفاد من بعض الفنانين داخل المحافظة وخارج المحافظة، ربما بغداد والخارج، وهكذا أن نوظف اللوحة. الفن الخط العربي والرسم والرسم الفن التشكيلي بصورة عامة أكو تزاوج، هنا اللون، هنا الإبداع، تطويع الحرف، هنا الفرشة، هنا اللون، وهكذا. إذن هو الخط العربي تزاوج والفن التشكيلي والرسم لبناء اللوحة، وهكذا الفنان يعشق الخط ويعشق اللون، وهكذا أن يبرع أو يميز بهذه اللوحة أن تكون جميلة بإنشائيتها وإبداعها الجمالي وتوظيفها للمتلقي أن تكون هكذا جميلة حتى يستوعب المتلقي ويحس بجماليتها. وهكذا هاي اللوحة هي من جماليات الخط العربي، إحنا نسميها حروفية. الخطاط المشهور خالد الزهاوي وبعض الفنانين أياد الحسيني المشهورين في العراق وجاسم النجفي يقول على الخطاط أن يبدع من إبداع إلى إبداع آخر ولا يظل في القوالب التقليدية. يعني تجيد الخط العربي مثلا الثلث أو خط التعليق أو النسق أو خط الرقعة، فعلى الفنان أو الخطاط أن يبدع إلى إبداع آخر. لماذا؟ حتى تظهر الجماليات في الخط العربي وتوظيف الحرف كلون كتطويع وكجماليات. هذه اللوحة 80 في متر و 40 سنتيمتر، حروفيات متداخلة بأسماء الله الحسنى كتكوين جمالي، فيها القوة، فيها الجمال، فيها الإبداع، وهكذا التوظيف هاي اللوحة نأخذها من نص القرآن أسماء الله الحسنى. شوف اللوحة، شوف الإبداع، شوف الحروف المتداخلة من كل الخطوط. مثلا تجي لنا حرف الواو، لماذا خليت حرف الواو هنا بالخط الفارسي أو خط التعليق؟ نأخذ مثلا من آية القرآنية محمد رسول الله
والذين، شوف كلمة الواو نانا، نانا تعبيري كرمزية، وهكذا الخط العربي توظيف الحرف كجمال هي سميعنا اللوحة الجماليات الحروف. نجي لهذه اللوحة التعبيرية، هي صرخة وطن. هذه اللوحة طبعا هذا الطفل اللي شوف الدمعة مالته وشوف العلم العراقي وهذا الطير والجدار، احنا نسميها الصرخة، صرخة وطن. هاي شوف هذا الطفل هذا اللي من عبر النافذة الجدار، وهذا اسلوب تعبيري شاركت في مؤسسة عشتار للفنون التشكيلية في بغداد ونلت بها جائزة، وكذلك هذه اللوحة ايضا في مصر شاركت بها قبل 3 سنوات، هي العودة من مكة، هي طبعا لوحة استشراق، وهكذا احنا مشاركتنا في بغداد والوطن العربي وكل الدول العربية مع بعض فنانينا وزملائنا المبدعين في العراق. السلام عليكم. شلونك كادر علاقات الشامل؟ شلون عملكم؟ الحمد لله ان شاء الله متطور، ان شاء الله مرتاحين. طبعا ابني مخلص طور من البدايه الخط العربي واللواسق من البدايه. الفنانين الكبار او الرواد عندهم كلام موضوعي ومهم، يقول على الفنان ان يبدع ويتحول من ابداع الى ابداع اخر. ابني مخلص ارتجى علما لإعلانات واحتكاكه في المحافظات ببغداد وعمان وسفره وهكذا، وظف الإعلان الشامل كمو كتجارة لا كتوظيف جمالي. يعني صار الإعلانات الشامل به الإبداع والجمال بالإضافة للخط العربي والرسم، هو كان علاقته واكتسب الخبرة من عندي، وهكذا هي برزت علاقة الشباب في المنطقة، مو فقط في المحافظة بينما في المنطقة الجنوبية. وعندنا هنا الكادر متميزين أمثال علي وأشرف وأستاذ أحمد، وهكذا هم الفنانين كلهم فنانين ومبدعين لأجل المحافظة ولأجل إظهار اللوحة الجمالية. يقدموها هنا حسب الطلبية، يعني هو الرجل ما مقصر يعني في المؤسسات في ارتباطاته في المدينة، يعني من المحافظة من سلك الشرطة، دائما هو يكون سباق في التبرع مثلا في توظيف الإعلانات، وهكذا يتعامل ويا المواطنين من أجل صياغة الجمال والإبداع. طبعا هي إعلانات هي مجموعة، مثل التخريم، مثل الفليكس، الفوم، الشغلات هو يعني الفليكس موجوده، كل شيء موجود عندنا احنا، حتى الشغلات مثل المحتاجها مثل شرطه المرور او الداخليه، كل شيء موجود انواع يعني.